اهلا بيكو في الفيديو التاني في محاضرتنا عن ازاي الانستراكتور ننميه ونقوي من قدراته، وبالاصح ازاي انت تنمي قدراتك وتحسن ادائك كانستراكتور وكمدرب محترف. في الفيديو بتاعنا المرة دي ان شاء الله هنتكلم عن ايه هي النقط اللي المفروض تتوفر في المدرب المحترف، او النقط اللي بتتوفر في المدرب بشكل عام علشان يبقى احسن ويقدر ينمي كارير بتاعه في اتجاه ان هو يشتغل في عملية التدريب. اول حاجة الحقيقة بنحاول نعيد ونزيد فيها، وبقول نعيد ونزيد لان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده اكتر من مرة، هي اهمية ان انت تبقى انتراكتنج ومتفاعل بشكل مستمر مع المتدربين او الطلاب بتوعك. والتفاعل هنا احنا يمكن اتكلمنا قبل كده التفاعل جوه المحاضره، لكن عايز ازود من الستريس او التوجيه توجيه انتباهك اكتر في اتجاه ان انت عايز تنمي علاقه بينك وبين المتدرب. العلاقه دي هتستمر العمر كله، لان كل انسان انت بتزرع جواه معلومه او سكيل جديد، قدرات معينه، البني ادم ده بيفضل مرتبط بيك بقيه عمره. فانت دايما حط ده في اعتبارك وانت بتتعامل مع الطلاب بتوعك او مع المتدربين معاك، ان انت عايز تحط جواهم حاجه تقعد معاهم على طول. اديهم وقت، اديهم وقت جوه المحاضرة، اديهم وقت بعد المحاضرة، اديهم وقت بعد ما الكورس يخلص، بعد ما العملية الكورس كله ينتهي الناس هتبقى ممكن لسه عندها اسئلة. لسه انا دلوقتي قبل ما ابتدي اسجل المحاضرة دي، واحد من الطلاب بتوعي اللي سبته بقالي حوالي سنتين دلوقتي بعت لي ايميل بيقول لي انا متشكر على المجهود اللي انت عملته معايا، متشكر على اللي انا اتعلمته منك. دي بتحصل، وعلى مدار السنين وانت بتبني الكارير بتاعك علاقتك مع الطلاب بتوعك هتخليك دايما على اتصال بيهم. فمن هنا النهاردة ابذل الوقت ده، النهاردة اديهم الوقت ده. دايما وانت ماشي في مجال التدريب او التعليم اديهم من قلبك، انتراكت معاهم بشكل يحسوا بيه ان انت مهتم بيهم، اديهم الاحساس ان انت خايف عليهم، خايف على مصلحتهم، عايز تعمل لهم حاجة كويسة، عايز تخليهم احسن من اللي هم عليه. الناس ما بتنساش الكلام ده، الناس بتحس باللي قلبه عليهم، والناس بتحب اللي بيحبه. خلي ده دايما في بالك وانت بتشتغل. بعد كده برضو لازم المدرب اللي عايز يبني كارير واللي عايز يبقى له اسمه في مجال التدريب والتعليم لازم يعرف يخلق learning environment، البيئة بتاعت المحاضرة تبقى فيها العناصر التعليمية المطلوبة والعناصر الإنسانية المطلوبة. الناس كتير للأسف لما بتتكلم في تدريب المدربين ما بيركزش غير على المادة العلمية، طريقة الشرح، طريقة العرض، السلايدز، الفيديوز، الكويزز، الحاجات اللي هي المادية المهمة في الكورس الملموسة مباشرة في الكورس. لكن أرجع تاني واقول لك ان ده مهم ولازم تاخد بالك منه ولازم تخلقه كويس، لازم توفر برضه كمان بقى الحاله النفسيه الكويسه جوه المحاضره بتاعتك او جوه الكلاس روم. لازم يبقى في البيئه بشكل عام الناس تحس انها مطمنه، الخطا من غيره محدش بيتعلم، يبقى انت المفروض ان انت تشجعهم على ان هم يطلعوا الاخطاء اللي جواهم عشان تقدر تصلحها لهم. لازم لما تقابل حد، لما تتكلم مع حد وترد عليه في حاجه
مش عاجباك من اللي قاله، او حاجه قالها غلط، او حاجه شايف انها محتاجه تعديل، تحاول تختار الكلمات المناسبه اللي ما تبقاش فيها هجوم على المتدرب او المتعلم عشان يفضل قلبه مفتوح ليك. بالعكس، دايما خلي كلمات التشجيع هي الكلمات المتردده على لسانك بشكل مستمر. هي دي اللي هتخليهم يرتبطوا بيك، هي دي اللي هيخلي الليرنينج انفايرمنت من الناحيه الفيزيكال ومن الناحيه السايكولوجيكال تبقى قوية ومحبوبة، والناس مرتبطة بالمكان وباللي بيعلمهم، وبالتالي يتعلموا أحسن. محتاج دايما قبل ما تخش المحاضرة ان انت تجهز نفسك هتقول ايه. طبعا احنا اتكلمنا على الليسن بلاننج قبل كده. الليسن بلاننج مهم على ورقة، واللي اهم من الورقة انت تعد نفسك نفسيا هتقول ايه. دايما قبل ما تخش المحاضرة راجع السلايدز بتاعتك، راجع الورقة بتاعتك اللي فيها النقط اللي هتتكلم فيها، راجع وتخيل ايه الكلام اللي انت هتقوله. اذا كان في قصة جديدة خطرت في بالك، انا دلوقتي وانا بكلمك في المحاضرة دي خطر في بالي الايميل اللي لسه وصلني من كام دقيقة، حطيته في جزء من المحاضرة. الليسن مش حاجة ميتة، مش حاجة على ورقة وخلصت، لا، ده الليسن ده is a living process، لازم يفضل حي، لازم يتطور، وانت بتتطور معاه، وانت بتحط جواه من روحك ومن قلبك ومن مجهودك. بعد كده برضو المدرب المحترف، المدرب المتميز، محتاج دايما يبقى قادر على انه يستخدم وسائل مختلفة في التدريب. من ان انت تقف تدي محاضرة دي وسيلة، ان انت تسجل فيديو وترفعه على الانترنت دي وسيلة، لكن كمان في وسائل تانية زي ان انت المادة المكتوبة اللي ممكن تديها للناس، السلايدز اللي بتجهزها، استخدامك لوسائل الاكتيفيتيز المختلفة، وان انت تقدر تخلق اكتيفيتيز تتناسب مع المجموعة. ممكن قوي نفس الكورس بتديه ل 30 واحد غير لما تيجي تديه ل 5 6. لما تديه ل 30 واحد يبقى عندك امكانيات تعمل اكتيفيتيز تتناسب مع 30 واحد، ولو معاك 5 6 بس تقدر تعمل اكتيفيتيز في نفس الكورس تتناسب مع ال 5 6، وطبعا لو اكتر او اقل حسب انت بتتكلم على ايه. فلازم يكون عندك المرونة دي والقدرة على ان انت تبدل ما بين الوسائل المختلفة بما يتناسب مع المتدربين والطلاب وما يتناسب مع الظروف بشكل عام. بعد كده قدرة المدرب على ان هو يعمل عملية تقييم. التقييم بشكل عام اتكلمنا عنه برضو قبل كده، والغرض الاساسي منه ان انت تدي فيدباك. لو تفتكر في فيدباك مهم يرجع من الاسسمنت، بيرجع للطالب وبيرجع ليك. بيرجع للطالب في صورة انه يقول له دي النقطة اللي انت محتاج تتحسن فيها، ودي النقطة اللي انت كويس فيها، ويا سلام كمان لو نصايح على انت دلوقتي في الحتة دي يبقى احسن لك تمشي يمين مش شمال، او شمال مش يمين. خلي بالك الاسسمنت مش علشان تقول له انت وحش وكويس، مش مهم وحش وكويس، المهم يبقى احسن ازاي. برضو ما تنساش ان الاسسمنت بيرجع لك انت دايما. انت الاسسمنت بتحاول تعمله بحيث ان انت تشوف انت عملت ايه، تشوف. مش ضروري الاسسمنت دايما يكون من خلال الامتحان او من خلال الورقة المكتوبة. انت you are assessing all the time، انت على طول عينك على الناس وشايف منتبهين في ايه ومهتمين بايه، وبتدخل ده في الفيدباك عندك علشان تحسن من ادائك وتطوره كل مرة. برضو ان انت ولسه كنا بنتكلم دلوقتي على الفلكسبيليتي، ان انت الفلكسبيليتي بتاعتك مش بس في ان انت تستخدم ادوات مختلفة، وانما اختيار الادوات المختلفة اللي تتناسب مع الناس، علشان انت لما تقدر تعرف الناس محتاجة ايه. الناس اللي قاعدة قدامك عمر ما بيقعد قدامك في نفس الكورس نفس المجموعة بأي حال من الأحوال، دايما الناس بتتغير، الوجوه بتتغير. ممكن لو انت بتشتغل خارج إطار الجامعات والمدارس يبقى بالتأكيد كمان خلفيات الناس وأعدادهم بتتغير كل ما بتدي الكورس ده مرة مختلفة. يبقى انت لازم تعرف بسرعة تدرب نفسك على ان انت تاخد من الناس معلومات
تأيف بيها، تأيف بيها الكورس بتاعك والمحاضرة بتاعتك على احتياجات الناس. ساعات بتدي حاجة وتهتم بيها وتوسع فيها قوي، المرة اللي بعديها تلاقي الناس مش مهتمة بيها، اختصر وخلصها بسرعة واديهم وقت في حاجة تانية. خليك دايما فليكسبل، دايما فليكسبل. مش محتاجة ان انا اقولها المعلومة دي، لكن اعتقد ان بنفكر بعض دايما، ويمكن اتكررت كذا مرة في خلال الكورس في اكتر من محاضرة، اهمية الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك. وهقول لك سر هكررها تاني كمان شوية. الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك لازم بتتطور مع الوقت، دي دايما بتدور على ازاي تخليها احسن. يبقى خليها على طول في بالك ان انت محتاج تنميها وتطورها وتساعد نفسك ان انت تحسن قدراتك في التواصل مع المتدربين والطلاب بتوعك. برضو من المقومات الكويسة اللي لما بتتوفر في المدرب او المدرس او الاستاذ بتبقى قيمة جدا، هي قدرته على التعاون مع الناس. التعاون مع الطلاب ده جانب، لكن التعاون مع الزملاء والناس اللي يعرفهم ده الجانب الأهم. لأن أنت وممكن أكيد قلت الكلام ده قبل كده ليك، أنت لما بتعمل ديفلوبمنت الحاجة وتاخد رأي الناس فيها، رأي الناس دايما بيوجهك لحاجات أنت ما كنتش واخد بالك منها. ليس بالضرورة أن دايما رأي الناس أحسن من رأيك، وليس بالضرورة ان رأيك احسن من رأي الناس، وانما ما تستهونش بقيمة المعلومة او الرأي او الفكرة اللي ممكن حد غيرك يقولها لك، اللي بره الموضوع، اللي مش بيدرس الموضوع، يمكن اللي مش بيدرس خالص، هيبقى له وجهة نظر غيرك. اسمعها، في الغالب هتلاقي فيها حاجة مفيدة ليك، اذا ما كانش كلها هيبقى حتة منها. ما تهملش الكلام ده، لان في الاخر او المستفيد الاول والاخير انت، وبعدين الطلاب بتوعك. برضو ان انت تحافظ على مظهرك. مظهرك مش بس قميص وكرافتة وبدلة وبنطلون وهدوم، وانما مظهرك بشكل عام هو كل اللي الناس اللي حواليك بيشوفوه منك. على الفيسبوك انت بتعمل ايه؟ على لينكد ان، السوشيال ميديا بشكل عام، انت بتحط ايه هناك؟ بتعمل شيرنج لايه؟ بتكتب ايه تكست الصبح وانت صاحي من النوم؟ بتقول لهم ايه؟ ده كله جزء من مظهرك. طريقه تعاملك مع الناس، ابتسامتك في وش الناس، الناس الغريبه، تعاملك مع حتى الناس البساط اللي بيقدموا لنا خدمات في الاماكن اللي بنعلم فيها، احنا بنشتغل فيها، تعاملك معاهم ده جزء من مظهرك. لازم تحاول تختار في مظهرك، زي ما بتختار القميص النظيف المكوي الصبح عشان تلبسه، لازم تختار الكلمات الكويسة، لازم تختار الحاجات اللي تعكس من شخصيتك، الجوانب اللي تحب الناس تتعلم منها. مفيش حد فينا بيرفكت، كلنا مليانين عيوب، بس احنا بدومنا اخترنا ان احنا نقف في موقف المعلم والمدرب، يبقى اصبح قدام عليك مسؤولية كبيرة ان انت تختار ايه اللي يطلع منك، تختار ايه اللي يبان عنك، تختار الناس تشوف منك جوانب شكلها دي. ده كده بسرعة موضوع اللي كنا عايزين نتكلم عليه، اللي هو النقط اللي المفروض يحافظ عليها او ياخد باله منها المدرب علشان يبقى يحافظ على صوته ويحسن من ادائه ويحسن من مستواه. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنحاول نتكلم على بعض العمليات الخاصة بقى قوي بعملية التدريب، مش خاصة قوي يعني، بس نقط مهمة اكبر شوية من اللي احنا كنا بنتكلم فيه. اللي احنا كنا بنتكلم فيه نقط تعتبر دقيقة في الشغل، هنحاول نطلع شوية، علشان كده هنستخدم كلمة استراتيجيز علشان تحسن بيها من أدائك وتوصل بيها بإذن الله لأحسن المستويات المتميزة اللي هي عملية مستمرة. والفيديو اللي بعد كده إن شاء الله هنبقى نتكلم على بعض النصائح
برضو علشان تساعدك في تنمية الكارير بتاعك. أرجو إن أنتوا تستمروا معانا وتشوفوا الفيديوهات الجاية. المحاضرة دي فيها خلاصة إزاي تبقى أحسن وإزاي تبقى تطور من إمكانياتك، فأرجو إنها تفيدكم كلكم. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.